مرحبا أحبائي أطفال صف الروضة الأولى، مع المشروع الرابع صديقي الكتاب، شريط تعليمي في المجال اللغوي الشفهي. نردد معا عدية بكير بكير. نحتاج إلى كلمات العدية بكير بكير، وأيضا بعض الصور. من خلال هذه الصور يمكننا أن نتحدث ماذا نفعل كل صباح. هل أنتم مستعدون؟ هيا ننشد معا عدية بكير بكير. هيا بنا نردد العدية ونمثل الحركات. التعليمة أردد العدية وأمثل الحركات. العدية هي بكير بكير، هيك بغسل وجهي بغسل وجهي بكير بكير، هيك بفرش سناني فرش سناني بكير بكير، هيك بمشط شعري مشط شعري بكير بكير، هيك بلبس ثيابي بلبس ثيابي بكير بكير. بعد أن رددنا كلمات عدية بكير بكير ومثلنا الحركات، جاء دوركم أحبائي الصغار أن ترددوا العدية. ننفذ حركات العدية بانتظار أعمالكم. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.